نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيل هذا الفيديو الذي يوضح العملية العسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز لإطلاق طائرة بدون طيار من نوع قاصف طبعا تجاه المملكة العربية السعودية وقتم استهداف العناصر الإرهابية أيضا من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن على عملية التفكيك والتركيب والإطلاق يوضح الفيديو الذي نشره التحالف استخدام الميليشيا الحوثيه لمركبات مدنيه كمنصات لصواريخ وهي تعمل على نقل الطائرات بدون طيار لمواقع الاطلاق وكذلك توضح الفيديو استخدام الاعيان المدنيه والبنيه التحتيه المدنيه لعمليات الاطلاق وظهر العناصر ظهور العناصر الارهابيه بالزي المدني اثناء عملية التفخيخ والتركيب والاطلاق كما ظهر من الفيديو الذي نشرته قوات تحالف دعم الشرعية، بالاضافة الى ما ورد عن تحالف دعم الشرعية في اليمن ونتابعه الان واياكم على الشاشة. عملية نقل صواريخ بسيارات مدنية، عملية استهداف لعملية اطلاق هذا الفيديو بشكل مباشر عملية مباشرة لاستهداف طائرات المسيرة قبل ان تطلق باتجاه المملكة العربية السعودية، كانت مخططا لها ان تطلق باتجاه اعيان مدنية ومدنيين في المملكة العربية السعودية بحسب تحالف دعم الشرعية، كان في استهداف مباشر لخميس مشيط، محاولات استهداف متكررة في ست مسيرات وصلت إلى أو أطلق باتجاه خميس مشيط، واحدة منها على الأقل شظاياها أصابت بعض المنازل وأصابت مدنيين وأعيان مدنية في خميس مشيط، أصيب فيها مواطن من شظاياها طبعاً، أصيب مواطن من شظاياها كما أصيب طفل من شظاياها وأيضاً تضررت بعض المنازل هنا.